السلام عليكم ورحمة الله. إذا مرحبا بكم في التمرين رقم 11 من سلسلة تمارين درس معادلة مستقيم. إذا التمرين يقول: المستوى منسوب إلى معلم متعامد ممنظم. السؤال الأول: أنشئ النقط A و B و C. السؤال الثاني: حدد معادلة المستقيم ك المار من C والعمود على AB. إذا نبدأ بالسؤال الأول: إنشاء النقط A و B و C. إذا لدينا معلم متعامد ممنظم. إذا النقطة A إحداثيات ديالها 2 3، إذا الأفصول 2 والأرتب 3، إذا أفصول أرتب، إذا النقطة A. النقطة B إحداثيات ديالها 3 1، إذا الأفصول 3 والأرتب 1، بالتالي النقطة في هذا المكان هذا. والنقطة C الإحداثية ديالها -3 1، إذا -3 العدد 1، إذا النقطة C. الآن ندوزو للسؤال الثاني اللي طلبوا منا فيه نحدو معادلة المستقيم ك المار من C والعمود على المستقيم AB. إذا بشكل عام، إلا كان عندنا واحد المستقيم دلتا المعادلة ديالو على شكل mx زائد b، ومستقيم دلتا إشارة المعادلة ديالو y تساوي m إشارة x زائد b. إذن دلتا عمودي على دلتا إشارة يكافئ ماذا؟ يكافئ أن الجداء ديال الميل ديال دلتا ودلتا إشارة يساوي -1. إذن M في M إشارة ستساونا -1، وكذلك لك الجداء ديال الميلين ديال المستقيمين يساوي -1، فالمستقيمان متعامدان. إذن لدينا دلتا أو لدينا ك عمودي على مدى على المستقيم AB. إذن جداء ميليهما يساوي -1. إذن كنحسبوا الميل ديال، إذن ليكون M ميل المستقيم ك و ام إشارة ميل أي معامل موجه ميل المستقيم AB، يعني أن ام إشارة تساوي -1. إذن غنحسبو ام إشارة أي الميل المستقيم AB. إذن ام إشارة تساوي ماذا؟ تساوي إذن المستقيم AB يعني y b ناقص y a على x b ناقص x a. إذن تساوي، كنعوضو y b بالقيمة ديالها اللي هي 1، ناقص y a اللي هي 3 على x b اللي هي 3 ناقص x a اللي هي 2. إذن 1 ناقص 3 ناقص 2، 3 ناقص 1 1، إذن M إشارة تساوي -2، أي M، إذا لدينا M إشارة M إشارة تساوي -1، إذن كنعوضو M إشارة بالقيمة ديالها. إذن M يعني M في -2 اللي هي -2 M تساوي -1، إذن M تساوي -1/2 على -2، أي تساوي 1/2. تلقينا الميل ديال المستقيم ك، إذن معادلة ك هي إذن y تساوي ماذا؟ تساوي 1/2 x زائد b، يعني زائد الأرتب عند الأصل.
اذا باش نلقى بي كنستعمل النقطه اللي كيمر منها ك. حنا عندنا لدينا ك يمر من سي، اذا سي تنتمي الى ك، يعني ماذا؟ يعني ان اكس سي تساوي 1 على 2 اكس سي زائد بي. اذا كنعوضوا، اذا 1 تساوي 1 على 2 في اكس سي، اي 1 على 2 في ناقص 3 اللي هي ناقص 3 على 2 زائد بي. اذا بي تساوي، اذا كنديو ناقص 3 على 2 للطرف الثاني كيبقى لنا 1 زائد 3 على 2. اذا كنوحدوا المقامات، عندنا 2 على 2 زائد 3 على 2 هي 5 على 2. وبالتالي المعادلة ديال المستقيم ك تكتب على الشكل 1 على 2 x زائد 5 على 2.